طفلة معاها مرض استقلاب كبدي نادر اسمه تيروزيميا، بحاجة لزراعة كبد، والزراعة مو موجودة في سوريا، لازم نطلع على برا. وعندها أدوية، الأدوية كل شهر بدها 1200 دولار الحب، والحليب 140 دولار، ونحن ما عندنا الإمكانية أنه نجيب الأدوية. الدكاترة قالوا أنه إذا ما عملنا للعملية رح يصير معها سرطان بالكبد وتشمع بالكبد، فنحن لازم بأقصى سرعة نسوي للعملية. أخذناها هون على الرقة عند الدكتور حسين العساف، وبالشام أخذناها، بس لأنه هذا المرض له دكاترة مختصين، يعني مو أي دكتور بيعرف فيه. هي لأنه أختها، كان عندها أخت توفت بنفس المرض وما قدرنا نعالجها، صار مع سرطان بالكبد. فهي من ولدت صرنا نضل نفحصها، أول شهرين ما بين شيء، بس صار عمرها 4 شهور بين. نعمل لها نحن إيكو، بيبين على الإيكو والتحاليل، في تحليل اسمه ألفا بيتو بروتين عندها كتير عالي.